بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المهدي الفضائية. نحن وإياكم بهذه التغطية الخاصة للمواكب الخدمية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. كونوا معنا وهذه التغطية الخاصة بالمناسبة العظيمة. يا قلبي هاي بفخر صرت لخادم حبي إمام الكاظم بروحي. وينك وينك الله الله عيني على شوفه لابت وبهل زيارة ذابت لما وصلت طابت جروحي. كثر ما مشتاق احس. حاضرين معكم مشاهدينا الكرام بهذه التغطية الخاصة بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ونتفقد المواكب الحسينية في هذه الزيارة الخاصة بزيارة الإمام موسى بن جعفر في بغداد العاصمة وما يقدموه للزائرين الكرام، واليوم تحديدا في موكب النجف الأشرف الكبير. سلام عليكم. وعليكم السلام أغاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام باستشهاد سيدي مولاي أسد بغداد موسى بن جعفر عليه السلام. هنا مواكب النجف الأشرف والمواكب المحافظات كلها هاي سباقة بهاي الخدمة الحسينية، دائما هم على هذا الطريق. تلقاهم هنا يقدمون خدمات للزوار، وصار له 5 أيام هنا. ونشكر همات الشرطة وأهل بغداد وجميع المسؤولين، سهلوا هواي أمور بالنسبة للدخولية وللغراض وللمواد وللغاز، فرب يحفظهم ويعود عليهم بالخير والبركة وتحقيق الإيمان. أحسنتم. طبيعة عملكم ما تقدموه للزائرين الكرام القاصدين صوب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، الخدمات اللي جاي تقدموها. احنا بالنسبة لهنا عندنا احنا خدماتنا نطريوق وغدا وعشاء، هاي صار ان احنا 4 أيام على هذا البرنامج، والمواكب كلها مستمره بهاي الخدمه. الساده تشوف الزائر يجي مدلل، يعني تقول بوفيه مفتوحه، يعني وين ما يميل يغرف ايش هاي الاكله. هاي الاكله والله يوفقهم ان شاء الله، وسفره مفتوحه. احسنتم. بركات اهل البيت. ها هم خدمه ال محمد يشدون الرحال اينما كانت المصيبه واينما كانت المناسبه. تراهم يوم في كربلاء، في النجف، في سامراء، في بغداد، في كل مكان يتطلب ذلك، في سوريا بالسيده زينب سلام الله عليها. نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. لو المشاهد الكريم انه يعرف تفاصيل الموكب ومتى اسس الموكب، ونحن نعرف ان مواكب النجف العريقه وهي سباقه في خدمه ال البيت. احنا موكبنا من قديم الزمان، يعني ورثناه من اجدادنا وابائنا لحد هذا الحين. يعني هذا الموكب شوف هذا الكبير الضخم، احنا بدينا بشي الشكر يعني كنا اطفال. والحمد لله والشكر. شوف يعني عندنا احنا بدرب كربلاء حسينيه عمود 1014 دونم كامل، ونخدم بها زوار بالاربعينيه. وعندنا بالنجف همات هناك موكب هيئه الشباب شارع المدينه بالنجف الاشرف، همات عندنا مجالس حسينيه، كل مناسبه تلقانا احنا موجودين بالاربعينيه مال زينب عليه السلام، موسى بن جعفر، بسامر، بزيد بن علي. والحمد لله والشكر، هاي الله توفيق يعني للكل، وان شاء الله ربه يحفظ كل من ساهم وشارك ودعم هاي الخدمه الحسينيه. اكيد انت من خلال احسن الله عليكم. حقيقه انا استثمر وجودك معي شيخنا الفاضل وما تكلمت به وهو حول التوعيه الدينيه والتبليغ الديني بما يخص ارشاد الشباب والتوعيه لبقيه الزائرين الكرام. كيف رأيتم التعاون فيما بينك؟ هل هناك استجابة من الزائرين بهذا الخصوص؟ بالتأكيد في هذه المناسبات نجد التعاون من الشباب ومن الزائرين، وإقبال كثير على الأسئلة الدينية من خلال معرفة العقائد الحقة، معرفة الأحكام الصحيحة، وأيضا رد الشبهات التي تطرأ من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال المؤسسات الغربية التهدف إلى نشر روح التفرقة ونشر السموم الغربي الذي يروم إليه دول الغرب، دول الشر، دول الاستكبار. الحمد لله نجد أكو مقبولية من قبل الشباب. أنه هناك حقيقة غزو خطر وهو الغزو الثقافي، كما كيف استعديتم وواجهتم من خلال هذه الزيارات واستثمارها بصورة صحيحة للإرشاد والتبليغ؟ نعم. بالتأكيد هذه المواجهة هي تسديد من صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ومن مراجع الدين العظام. هذه الأفكار التي تطرأ بين الحين والآخر
هذه الأفكار مبتنية على أمور وعقائد فاسدة وهمية. لذلك آل البيت عليهم السلام ما من واقع إلا وللإسلام فيها من حكم، فكل هذه الأمور التي تطرأ هي مسددة وترجع إلى نحورهم ببركة الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف. نعم مشاهدينا الكرام، حقيقة في هذه المواكب الخدمية التي تقدم الخدمة لزوار الإمام الكاظم عليه السلام تنوعت مهامهم حقيقة في هذه الخدمة، واليوم أيضا معي الشيبة الطيبة وهم يقدمون الخدمة لزوار الإمام باب الحوائج عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر. أجرنا وأجركم مستشار سيدي ومولاي موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله لكم العزاء وهنيئا لك هذه الخدمة. رحمة الله على ولدك يا طيب، الله يحفظك. نحمد الله والشكر على هالخدمة هاي. إي والله. نعم. خدمة عظيمة إن شاء الله. أنت عملك هنا تقدم الخدمة؟ والله إحنا نخدم زوار بالقهوة. نعم. وموكبنا ما شاء الله عامر بأكل وشرب، ريوق غداء عشاء. حقيقة أنا لفت انتباهي وأنت بهذا العمر الكريم وتقدم هذه الخدمة للزائرين، أنت اختصاصك فقط على تقديم القهوة للزائرين الكرام؟ نعم. نعم. صار لك بهذه الخدمة؟ صار هواي، انا صار لي هنا. نعم. بس هاي صار لي 5 سنوات هنا انا اشتغل ما شاء الله. اي احنا عندنا خدمه بشريفه، عندنا بنات الحسين، عندنا بالامام الحسين. نعم. بكل المراقب. يعني انت اختصاصك على توزيع القهوه للزائرين. نعم. بكافه مناسبات، في كافه مناسبات اهل البيت، افراح واحزان. احسنتم. اي والله احسنتم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لمست شيء من هذه الخدمه؟ والله توفيق وجاه ووجه وصحه وعافيه وكل الامور. اذا فعلا انه خدمه اهل البيت عليهم السلام يرتفعون شان. طبعا طبعا ارتفاعي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. راح احكي لك حقيقه، انا هسه بالبيت ما اقدر اطلع اجيب لي فشي للبيت. نعم. بس هنا سبحان الله هل بعد ما نايمين، صار هذه يومين صار ما نايمين، الله شاهد ورقي. زين ونكيف احنا يكون بعد تتطور، يعني نقول بعد 10 ايام 15 يوم 20 يوم الله شاهد ورقي. احنا اليوم عندنا شلون يعني شلون مثل ما يقول ضايجين كود نشيني اليوم المراسيم او باش تخلص، اريد بعد اكثر. عظم الله لكم الاجر وانتم تقدمون هذه الخدمات الكريمه للزائرين الكرام القاصدين ثوب الامام موسى بن جعفر عليه السلام. طبيعه عملكم هنا ايش قد صار لكم بهذا؟ احنا بالنسبه لنا هنا تقريبا شايه هناك تمن وسبزي والمبات هنا بالخيمه. احسنتم. اغاتب خدمتكم اجمعين رحم الله والديك. ارض الزمان وجوره والسيمدي والطموره ضرير تعب من نوره سجاد. مشاهدينا الكرام، تنوعت الخدمات المقدمة لزائري الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، فما بين المأكل والمشرب والمسكن، كذلك المفارز الطبية والنقاط الأمنية وغيرها. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم. عظم الله لكم الأجر. وأحسن الله لكم العزاء. أحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. بمصاب. بمصاب الإمام موسى بن جعفر راهب آل محمد. اللهم ربي يتقبل هذه الخدمة وهذه الجهود الطيبة المقدمة من خدمة أهل البيت إن شاء الله. طبيعة عملكم اليوم كمفرزة طبية؟ كمفرزة طبية الحمد لله كل الخدمات مقدمة اللي يحتاجها الزائر من مراهم إلى حبوب إلى يعني علاجات كفيلة بتسكين الألم عنده وما يحتاجه ناحية الجهاز الهضمي والإصابات الأخرى اللي يحتاجها. كل الأدوية موجودة وكل المراهم وموجودة أجهزة للمساج وتقديم خدمة لجميع الزائرين إن شاء الله. هل هناك دعم من الجانب الحكومي لتقديم أيضا العلاجات وغيرها أم هناك جهد شخصي فقط؟ جهد شخصي بالنسبة موكب النبأ، أي مفرزتنا هي التابعة لموكب النبأ العظيم، والحمد لله جهد شخصي ومن الناس المحسنين اللي يقدمون هذه الأدوية والمساعدات الطبية حتى نقدمها. يعني إذن هذه المفرزة الطبية خاصة بالموكب
هذا لتقديم احسنتم ومفارز طبعا وزاره الصحه موجوده احسنتم هذا ما انوه اليه الان ايضا بانه المستشفيات الحكوميه والمفارز الخاصه بوزاره الصحه العراقيه منتشره على طول الطريق كذلك لتقديم الخدمه للزائرين لكن ايضا المؤمنين حقيقه او المحسنين انهم على نفقتهم الخاصه فتحوا ايضا هذه المفارز شافوا احتياج يعني حقيقه الزائر يعني العمل جاهدين في سبيل إيصال أي خدمة يحتاجها الزائر المأكل والمشرب والمسكن إضافة إلى مكانات المنام طيلة هاي الفترة الأسابيع اللي مرت إضافة إلى العلاجات اللي يحتاجها الزائر إن شاء الله الله يبارك بك وأنتم أحسن الله إليكم العزاء إن شاء الله وهذه التغطية اللي تقدموها هنيئا لكم موفقين إن شاء الله شكرا جزيلا لكم الله يبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام هذه الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة العراقية والمفارز الطبية وكذلك من المفارز الخاصة بالمواكب والهيئات الخاصة بهم أيضا يقدمون العلاج اللازم وما يحتاجه الزائر الكريم لتقديم ما ممكن أنه يقدموه خلال مسيره إلى الإمام الكاظم عليه السلام قسم بالراية روحي تظل وفاية دلال من طحشاية للزهرة للجنة قلت اتعنى هذا العشق ما منا فعلا لقيت الجنة بالحضرة أقسم قسم بالراية روحي تظل وفاية دلال من طحشاية للزهرة للجنة قلت اتعنى هذا العشق ما منا فعلا لقيت الجنة عظم الله جرنا جوركم بذكر الشهاد موسى الكاظم عليه السلام ينصاب ينصاب عليه الروح بالأحزان والله ينصاب عليه الروح بالأحزان ينصاب للكاظم دمح العين والله ينصاب لاجل المجلس بهاليوم ينصاب لاجل بهالمجلس بهاليوم ينصاب عليه تنوح كل الجعفرية يا علي تنوح كل الجعفرية يا شيعة قسم بالنور على أمه يا شيعة الكاظم نزفن جروحه يا شيعة الجنازة على الجسر محايد يا الشيعة يا الشيعة ظل بلايه الورض المنية ظل بلايه الورض المنية شكرا جزيلا الله يعطيكم العافية بهذه المصاب الجلل مصاب سيدني سيدي ومولاي الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام خلف قضبان السجن غيبة وحقيقة وبين طامورة وأختها شقوا بنود الوثيقة لا إمام ولا شريعة رادوا الباطل نطيعة وبين حلقات القيود نشوف زاهد قضى عمره بالظلام الرب عابد ما ركع للمستحيل هو غايب رب جيل وصوت سجانة يرتل الأذان كاظم الغيظ الذي ذل الزمان صورة رسمتها سجلات الأمس لا نهار ولا شمس وبين غربة والدمع يجري دموم شيعت جثمان آلاف النجوم وعلى جسر التضحية التضحية كان انتظار ولن أذان الجمعة وي فجر النهار ودوا بين أرض وسما صرخ الشهيد مقيدة جفوفه بحديد والسجن ذاع البيان يا جموع الرافضة ماكو أمان شيعوا لحظة أمل فوق شفرات الأجل والصدق تيه فريقه بين
بس كتاب وتربة والثورة طريقة. يا من كنت للزهرة شملها، يا من كنت للزهرة الحزن يا الكاظم الليلة. أخبرك أخبرك شيعة الهادي شملها تشتت من مصاب الكاظمية، تشتت من مصاب الكاظمية. الشاعر صبار الحساوي من النجف الأشرف، عظم الله لك الأجر. و عدد زوار موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتوجيه من السيد المحافظ مجاري محافظة بغداد المحترم، وبإشراف السيد مهندس فراس إبراهيم مدير مجارية مدير مجاري محافظة بغداد المحترم، لسناد مجاري الكاظمية المقدسة، نقدم الخدمات للزوار. مشاهدينا الكرام، مع زائري الإمامين الكاظمين صلوات الله وسلامه عليهما، وهم قادمون نحو سيدي ومولاي أسدي بغداد الإمام الكاظم عليه السلام، رافعين العزاء للزهراء عليها السلام وآل محمد جميعا. سلام عليكم حجية. سلام ورحمة، عظم الله لكم الأجر وللجميع إن شاء الله. الله يوفقكم، الله يستركم، الله لا يسوي عليكم شيء. وجينا نعازي لما أبرضها، ونعازي فاطمة الزهراء، ونعازي زينب، والاثناعش المحسومين الطيبين الطاهرين. وجينا من العمارة اللي جايتنا قصادة. نعم وأكرم حجية طيبة. الله مصلى على محمد الوالي بيت محمد. حجية الله يوفقكم إن شاء الله. الله يوفقكم. تجين كربلاء، تجين النجف. لا نجي نجي مشاية الكربلاء والنجف والجوادين، وما نخلي ما نزوره. اي نجي مشاية. هم الوسيلة والشفاعة. نعمة نعمة خير، نعمة سفرة ممدودة مات الحسين. نعم خدمات اللي خدمات خير من الله، سبع رحمات. دولة بس كون الله يوفقها الناس هاي. اللهم آمين. اللهم صل على محمد الوالي محمد. طيب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقكم. دعواتك للزائرين. يا الله. جميع خدمات. الله يستركم، الله ينطركم، الله لا يسوي عليكم شيء جاهل ما مر وبالجوادي. سنتي بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. إذن بهذه الدعوات الصادقة مشاهدينا الكرام، حقيقة نشعر بالاطمئنان لكل زائري الإمامين الكاظمين وبقية المراقد المقدسة ممن قدموا لتقديم العزاء والولاء لآل محمد. حياكم الله. والسيمدي والطمورة ضغير تعب من نور سجانة. لكم الأجر بمصاب الإمام الهمام الإمام السابع الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل من الله بعزته وجلاله وارتفاع شانه في مكانه أن يحفظ كل الزوار القادمين والوافدين من كل الدول، ولا سيما من العراق المظلوم، أن ينصرهم ويقبل لهم الزيارة والدعاء والعودة إلى أهلهم وذويهم. ونسأل من الله أن يحفظ علمائنا ومراجعنا وسادتنا ومشايخنا، ويحفظ الإمام السستاني، وأن يحفظ حشدنا وقواتنا الأمنية بحق هذا اليوم، وأن يعجل لنا بمولانا المنقذ الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه، وأن يهلك الفاسقين في كل مكان بحرمة هذا اليوم وبحرمة الإمام المسجون الإمام أبو الإمام الضامن الثامن الإمام السابع موسى بن جعفر. وش نقول بلسان الحال؟ يا قاصدا نحو بغداد على السفر، يا قاصدا نحو بغداد على السفر، زر قبر الإمام موسى بن جعفر إمام الجن والبشر. باب الله للحاجات قاطبة، فلك النجاة من الهول الشديد والخطر. باب الله فعلا الله خلى باب، لأن أكو أبواب باب الله ما يغلق، وهم أهل البيت لنا في الدنيا. واذكر عبادته في السجن منفردا طول النهار وجوف الليل وفي السحر، مات مكبلا لله وسمه السندي برطب، ومات شهيدا راضيا بالقضاء والقدر. والله ظل ثلاثة أيام مثل جد الحسين، أولي ظل ثلاثة أيام من غير تغسيل، أويلي وما لعشيرة ولا النعش وتشيل. هاي زوار تشيل على الروس. والله ما لعشيرة ولا النعش وتشيل، أويلي شالوا للجسر. الله أكبر،
شالوا للجسر اربع حماميل لاشن برجل الحديه. مولاي تهون المصيبه غسلك ولدك الامام منه الضامن الامام الثامن الامام غريب الغرباء بعيد المدانس النفوس وبكفن وصل عليك بس جدك الحسين بكربله ما حد غسله حلوا الراس عن الجسد الشريف يا حسين لبيك يا حسين وساعد الله قلب عمتك زينب حالها تقول لي عمي يا موسى بن جعفر انا ظليت بحسره الوالي والله بيت وصوفه من الزلم خالي يا ما حسبت عملايات الليالي الليالي تقل مشيت درب ما مشيته يا وشتى لخي حسين يا نرافقيته والله من جلة الوالي نخيته اي والله شتم والدي وانكار وصيه تقل له وحق النبأ والتين والحق وطريق حسين هو الصدق متى الزمان يعود على لسان زينب متى الزمان يعود والحق وصير وياك برض الغايا يا ضرية آخر دعوانا نسأل الله أن يتم هذه النعمة على ذرية محمد وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان ويخلي هذا الطريق منير بمن؟ بمحبين أهل البيت جميعا من الشرق إلى الغرب ونقول هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة وإلى أرواح أمات الحاضرين وأمات المستمعين حقيقة مشاهدينا الكرام تعجز هذه الكلمات ونقف حقيقة بصمت أمام هذه الحنجرة الحسينية وأمام هذه الشيبة الكريمة وبفضل هذه الشيبة التي تعتبر هي الدرس الحقيقي لنا كشباب وهي رسالة إلى جميع ممن يوالون آل محمد وحتى أعدائهم على أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الحق بهذه الرسالة وهم أبناء محمد صلى الله عليه وهم أولى بالطاعة من غيرهم فها هي مظلومية أهل البيت عليهم السلام مهما كانت الأزمان ومهما كانت الحكماء والطغيان فلا طغاة تبقى مع الحسين عليه السلام ولا مع آل محمد فالنصر لآل محمد بهؤلاء الخدمة وبهؤلاء الموالين حقا إن مذهب آل البيت صلوات الله هو الباقي وبخير إن شاء الله تعالى بوجود هذه الشيبة الكريمة وبهذه الزائرين الكرام إذن نحن بخير وإن كانت هذه المناسبة هي خاصة بسيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إلا أن تبقى مصيبة سيد الشهداء كما تفضل الشيخ الكريم إن لقتل ولد الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين الإمام الكاظم والإمام الصادق صلوات الله يقول نحن سفن النجاة إلا أن سفينة الحسين أوسع وأسرع فببركة الحسين إذن إحنا غير حسين ما عندنا وسيلة والذنوب هواي شفتها ثجيلة داعين الله تعالى أن يتقبل منكم هذه الخدمة وهذه الزيارة ببركة الإمام موسى بن جعفر وببركة الصلاة على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد.